أبرز هذه بقى الملفات المطروحة على الطاولة مكافحة ما بين الإرهاب الطرفين. والتفاهمات فيما يخص مكافحة الإرهاب، خاصة وإن مصر ليها باع وليها تجربة طويلة طبعا في مكافحة الإرهاب وليها نجاحات في مكافحة الإرهاب، فدي من الملفات المهمة. لكن كمان الملفات الإقليمية مهمة جدا. ليه؟ لأن مصر رمانة الميزان في الإقليم، يعني ملف سوريا، ملف اليمن، ملف ليبيا، دي من الملفات الحقيقة اللي مطروحة على يعني على طاولة التفاهمات، وخاصة وإن مصر بتقوم بدور فيما يخص ليبيا ومحاولة لم الشمل الليبي، خاصة وإن مصر ثبتت أن رؤيتها فيما يخص الملف السوري كانت رؤية سليمة، وهو أهمية المحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فديت فيما يخص الملفات السياسية. عندنا ملفات تانية الحقيقة بتهم كمان البلدين، وشفنا ان في تعاون امني بين البلدين، يعني مصر اخذت غواصات واحنا شفنا ايام تدشينها من ال 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 من ألمانيا، وده طبعا كان مهم جدا في محاولات مصر المستمرة إلى دعم الجيش بتاعها، وإنه يكون الجيش على أعلى مستوى من الاستعداد في منطقة مضطربة جدا. علينا إننا ما ننساش الملف الثقافي، والحقيقة أنا سعيدة إنه هيتم يعني توقيع اتفاقية لإنشاء جامعة ألمانية من في العاصمة الإدارية الجديدة. إحنا عندنا جامعة ألمانية بالفعل في مصر، لكن طبعا هي برؤوس أموال مصرية، وإن كانت ألمانيا تدعمها، والجامعة دي فيها 12,000 طالب مصري. بنسعى إلى أنه يزيد عدد الطلبة ويزيد الخبرات في الجامعة الألمانية اللي هتكون موجودة في أو هتنشأ في العاصمة الإدارية الجديدة. في كمان فرع من الجامعات الألمانية موجود في الجونة بالفعل، فدوت بيوطد العلاقات العلاقات. برضو. في عندنا مدارس ألمانية، 4 مدارس ألمانية في مصر بتخرج طلبة على أعلى مستوى. الجديد كمان في الزيارة، ودي الحقيقة من القدرات الألمانية اللي ليهم خبرة فيها، هو التعليم الفني. احنا عارفين انه في مصر عشان يكون نبقى جاذبين للاستثمار احنا محتاجين ننمي الكوادر الفنية اللي عندنا، ومحتاجين اللي هي اننا مصر بتشتهر بيها، ملف هام برضو هي الحقيقة مصر بتشتهر بيها، لكن احنا محتاجين ندعمها عشان تبقى تطويرها عشان طبعا تتوافق تعزيزها. مع سوق العمل واحتياجات صحيح. سوق العمل واحتياجات المستثمر الأجنبي. فهيتم توقيع اتفاقية من أجل دعم المدارس الفنية، وإنه يكون لألمانيا دور في ده. الحقيقة إنه دي كلها حاجات مهمة جدا. ألمانيا شريك في التنمية. يعني إيه شريك في التنمية؟ يعني إحنا مضينا مع بنك البناء الألماني أو بنك ب 320 مليون يورو من أجل دعم مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. الحقيقة إحنا برضو لازم نشكر ألمانيا، لأنه في 2001 هم أسقطوا من علينا 224 مليون يورو كانت ديون، وفي 2011 أسقطوا من علينا 250 مليون يورو ديون. ودي الحقيقة توضح قوة العلاقات، توضح أن ألمانيا بتساهم في دعم مصر من أجل التنمية، لأنها مدركة أهمية مصر ودورها في المنطقة.